السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هناخد حاجه جديده اسمها الفانكشن. ايه بقى احوال الفانكشن دي؟ الفانكشن دي ان انا عباره عن ان انا بكتب شويه اكواد كتير جواها، فاول ما بقول لها تعالي يا فانكشن بتنفذ الاكواد دي بدل ما في كل مره اكتب الكود ده. مثلا تعالوا نتخيل ان احنا كتبنا دلوقتي عايزين كل ما استدعي الفانكشن دي تقوم جامعه تجمع على طول، بدل ما احنا نكتب الكود بتاع الجمع كل مرة، لا هنقلل عدد السطور وننده بس على الفانكشن اللي احنا كتبناها مرة واحدة بس. اللي بيحصل ان احنا بننده عليها بس. فالنهاردة ان شاء الله هنبتدي نعمل في الفانكشن. الفانكشن بتسهل علينا الكود وبتقلل عدد السطور. طيب ازاي نكتب فانكشن؟ علشان نعرف ازاي نكتب فانكشن بنمر بثلاث مراحل. اول مرحلة ان انا بسمي الفانكشن بتاعتي، بشوف انا هسميها ايه وبسميها ازاي. بعد كده المحتوى او الكودس اللي هتبقى جوه الفانكشن. بعد كده اقول لها تعالي يا فانكشن يلا نفذي لي شويه الكودس او المحتوى اللي فيكي. لو عمليه حسابيه بنعمل للكود ده ريتيرن، يعني رجع لي القيمه اللي هتطلع في الاخر. وهناخد حاجه لو مش عايزينها ما فيهاش رجوع بقى، لو مش عمليه حسابيه. وهناخد كول باي ريفرنس. احنا مع بعض اهو بناخد واحده واحده. اولا احنا اتفقنا ان اول خطوة التسمية، هسمي الفانكشن بتاعتي. عشان اسميها بعمل ايه؟ بشوف نوعها ايه. يعني ازاي؟ مثلا هنخلي نوعها دبل، خلي نوعها انت، هنخليه ايا كان اللي انت عايز تخليه له. انت اكيد عارف الداتا تايب. طيب بعد كده هسميها اي اسم في دماغي. خلينا نقول مثلا هنسميها average. بعد كده بفتح الاقواس وبقول له ايه العناصر اللي هتبقى جوه الفانكشن بتاعتي اللي هتبقى من النوع دبل. تمام، يعني الفانكشن بتاعتي بقت من نوع دبل. اسمها ايه؟ اسمها افريج. ايه العناصر بقى اللي هتبقى جواها؟ لسه هنقول اهو. هنقول مثلا دبل، بكتب انواع العناصر اللي هتبقى جواها. مثلا ان واحد كوما، انا عايز اجيب الفانكشن دي هتعمل لي ايه؟ هتجيب لي الافريج بتاع مجموع تلات ارقام. يبقى انا عندي تلات عناصر، وعلشان الافريج ممكن يطلع بعلامة عشرية خلينا من نوع دبل. تمام، انا كده سميت الفانكشن بتاعتي. كده انا سميتها. عرفنا ازاي بتسمى؟ سوري بس هاخد دي كوبي عشان نسينا نقول حاجة مهمة جدا، ان الفانكشن اللي احنا بنعملها بتبقى قبل انت مين. انت مين دي اصلا فانكشن، فاحنا بنعملها قبلها. تمام، تعالوا يلا نعملها. فاست المحتوى بقى، احنا خلاص كده سمينا، عرفنا بنسمي ازاي، بنقول النوع بتاعها، وبعد كده بنسميها اي اسم وبندخل جواها العناصر بتاعتها. طيب ايه الكودس بقى اللي هتعملها لي؟ بص يا سيدي، افتح لي قوسين زي انت مين، بنكتب جواها شويه كودس. عندي انا عايز اجمع ان واحد زائد ان اتنين زائد ان تلاتة وبره القوس بقى المجموع بتاعهم اقسم على التلاتة. مش هو ده الافريج بتاعهم مجموعهم على عددهم؟ بس علشان دي عملية حسابية هنعمل لها ريترن. ليه بنعمل ريترن؟ علشان يرجع لي القيمة بتاعته، مش يرجع لي ان واحد او ان اتنين او ان تلاتة، لا انا عايز القيمة اللي تطلع في الاخر بتاع العملية الحسابية دي. تمام، طيب خلاص احنا عملنا العملية الحسابية بتاعتنا. هنيجي هنا بقى عشان نستدعيها. نقول لها يا ايه؟ المفروض نقول لها يا افريج تعالي. مش هي اسمها افريج صح؟ مش احنا مسمينها هنا افريج؟ هنقول لها يا افريج تعالي. نفتح الاقواس وسي مثلا هنحط 10 و5 و3. بس في مشكلة عندي، هل هو هنا هيطلع لي حاجة؟ الاجابة ان هو لا، مش هيطلع لي حاجة. ليه مش هيطلع لي حاجة؟ لان انا ما خرجتلوش، يعني ما قلتلوش سي اوت. فاحنا هنقول له سي اوت الكلام ده، منساش بقى السيمي كولوم. هنقول
بتاعتي، الكولوم بتاعتي، هنعمل run. ان شاء الله هيعمل ران دلوقتي. بس ما فيش يا جماعة سيمي كولون في تعريف الفانكشن. طلعلي بكام؟ طلعلي بستة، اللي هي 10 + 5 + 3 على 3 هتطلع فعلا بستة. طيب يا ستي انا مش عايز ان انا ادخل الارقام دي، لا انا عايز اليوزر هو اللي يدخلها لي، هو اللي يدخل لي التلات ارقام، فعادي هكتب هنا ان واحد. بالمناسبة انت بتسميها اي اسم، المهم انك مهما سميتها هنا اي اسم عادي. ليه؟ لان هي مكان محكوس فوقه خلاص، يعني المكان الاول سميه اي اسم، المكان التاني سميه اي اسم، هو هيرجع للقيم اللي فوق دي كده. هنا سميها ان 3، جيت هنا اقول له بص دخل لي سي ان، دخل لي ان 1. ما ننساش ان التدخيل بتعمل تاني العلامات دي، مش كوما زي اللي انت مثلا، وان 3 السيمي كولوم بتاعتنا. ونعمل مدام احنا قلنا له دخل لي حاجه يبقى لازم هنعرفه ان 1، وما ننساش نديلها قيمه اوليه افتراضيه يعني كده 0 مثلا، علشان بس عشان ما يديناش ايرور. وان 2 بتساوي 0 مثلا، وان 3 برضو بتساوي 0، ونحط في الاخر السيمي كولوم. نعمل run. يلا بقى. والله يا جماعة ال errors الزيرو دي بتريحني من جوه، او سايب لك مكان تدخل الرقم الاول مثلا 2. احنا بنكتب غلط. نكتب هنا مثلا 2 4 5، طلعت فعلا 3 76 67، علشان ايه؟ علشان احنا عاملينها من نوع دبل، فبترجع لي القيم بالعلامات العشرية. بس احنا عندنا ممكن ان احنا نشيل دي، خدها كده كوبي علشان نقلل من عدد السطور، عشان كل ما ننده عليها تتعملي على طول. ندخلها اصلا هنا، علشان بس اللي يبقى عدد السطور اللي بره ان انا بنده عليها بس. برضو هنا اهو 2 و3 و5، طلعت لي فعلا 3 و3 من 10. ده كانت اول حاجة من الفانكشن، ان انا بستدعي اول حاجة سميتها، وبعد كده اديتها المحتوى بتاعها من الكودز، وبعد كده قلت لها يا فانكشن تعالي. طيب